احنا انتهجنا خط واضح بالنسبة للقضية. قلنا نحن ضد سياسة القوة، ما لناش في حاجة إلى سياسة القوة. وقلت في كثير من المناسبات أمامكم، المغرب يطالب بالصحراء، وموريتانيا تطالب بالصحراء، والجزائر لا تطالب بالصحراء. الجزائر ما عندها حتى طلب، رغم هذه عامين واحنا نتكلم والناس ما زالوا يفسروا الخلفيات نتاعنا كاننا احنا ما نعرفش نهضروا، ما نعرفش نتكلم، باننا باغيين نخرج الحديد نتاعنا، ماناش الحديد تاع غارج بلاد، ماناش قادرين نخرجوه على الشمال، خاصنا نخرجوه على الصحراء، باننا باغيين ممر، باننا باغيين الفوسفات. لا،